هي حبيت ان انا اروي بعض من القصة اللي سمعتها يعني من فترة للفنان عبد الحليم حافظ مع الملك الحسن الثاني. كان يا جماعة الفنان عبد الحليم حافظ يعني دائما له جناح في القصر، ولما كان بينزل يحيي حفلات عيد العرش كان بينزل مخصوص لحفلات عيد العرش، وكان صديق مقرب جدا جدا للملك الحسن الثاني يا جماعة. وهذه القصة أنا جايبها عن لسان الأستاذ الفنان الكبير الموسيقار سامي الحفناوي، وكان معانا الشاعر الكبير الأستاذ مصطفى مرسي. فكان دائما جميع الأغاني اللي كان بيغنيها الماء والخضرة والوجه الحسن، أغاني كتير جدا كان بيغنيها للملك الحسن الثاني. فاعتبر الملك الحسن الثاني ان هذه الاغاني، وان عبد الحليم حافظ يعني من كتر حبه له اعتبر ان عبد الحليم حافظ بقى ملكه، والاغاني بقت دي بقت ملكه. فجاه رئيس تونس كان عنده حفله وطنيه، فبعت لعبد الحليم حافظ لاحياء الحفله الوطنيه، فغنى نفس الاغاني اللي كان بيغنيها للملك الحسن الثاني غناها لرئيس تونس. فالملك الحسن الثاني ساق الاخبار فزعل من عبد الحليم حافظ ومنعه من دخول المغرب. فبعدين جه حفلة عيد العرش قعدوا يقولوا يا جماعة طيب مين اللي هنجيب، مين يغني، هنجيب مين يغني. اقترحوا عليه، قال لك في واحد طالع جديد اسمه محرم فؤاد، هاتوه يغني وصوته حلو نعدي بيه عيد العرش. اتصلهم بالفنان محرم فؤاد. طبعا كان محرم فؤاد وعبد الحليم حافظ كانوا ساكنين في نفس الشارع تقريبا. فعبد الحليم حافظ عارف ان محرم فؤاد هيطلع مكانه يغني في عيد العرش، فعمل له مكيدة. يعني عبد الحليم حب يعمل له مكيدة على اساس ان هو ايه، يوقعه في فخ ما يروحش تاني لعند الملك الحسن الثاني. فبعت له جواسيس لمين؟ لمحرم فؤاد. سألوه قال لا انت رايح المغرب؟ طيب ورايح للملك الحسن الثاني؟ قال له قال له طب ما انت لازم تاخد له هدية معاك. قال له ازاي يعني؟ قال له زي ما كان عبد الحليم حافظ يعني بيعمل. قال له عبد الحليم حافظ كان بيعمل ايه؟ قال له عبد الحليم حافظ كان بياخد الملك الحسن الثاني كان بياخد له المانجا. المانجا؟ قال له فنزل محرم فؤاد اشترى مانجا وحط المانجا في البيت وقعد يزبطها في الكراتين. فعبد الحليم في نفس التوقيت عرف ان هو جاب المانجا، فراح له خبط عليه، فتح محرم. فضل عبد الحليم، دخل عبد الحليم بص على المانجا قال له ايه ده محرم؟ قال له مانجا؟ قال له واخدها لمين؟ قال له واخدها الملك الحسن. قال له عرفت ازاي؟ قال له انا سألت عبد الحليم حافظ كان بياخد له ايه؟ قال له انا باخد المانجا معايا، كان بياخد المانجا معايا. قال له طيب يعني انت من المفروض يعني اذا انت بتاخد مانجا اكيد يعني لازم تكون ان انت من مزارع يعني مزارع محرم فؤاد، يعني عشان بتاخد له هديه لملك لازم تكون واخد له حاجه تقول ده من مزارعنا احنا. قال له بسيطه، راح طبع تكتات مزارع محرم فؤاد، مزارع محرم فؤاد، ولزق على المانجا، لزق على المانجا. المهم خد المانجا معاه حطها في الكراتين، خدها وراحوا فين؟ وراحوا على المغرب. طبعا الراجل راح، اول ما راح عبد الحليم كان بينزل في القصر كان له جناح. لا طبعا محرم فؤاد جت العربيه على الاوتيل، اتفضل يا استاذ اهلا وسهلا نورت المغرب، اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ. دخلوا الاوتيل الساعه 5 هنيجي ناخدك، هتعمل بروفا؟ حاضر الساعه 5، اتفضل يا استاذ. عمل البروفا، اتفضل ارتاح يا استاذ، كلك لقمه بعد الاكل هنيجي ناخدك علشان الحفله، اتفضل يا استاذ. الراجل دخل كل وارتاح، جم على ميعاد الحفله، اتفضل يا استاذ، خدوه في العربيه، اطلع يا استاذ احيي الحفله، حيا الحفله، كنت عظيم يا استاذ، اتفضل على الاوتيل، احنا هنيجي ناخدك الساعه 4 عشان الطياره هتروح على مصر. محرم فؤاد قال لهم طيب انا يعني عايز، قال له عايز ايه؟ قال لهم انا عايز اشوف الملك. قال له طب احنا هنسال جلالته وهنرد عليك. فراحوا سالوا الملك الحسن الثاني، قال لك المصري الفنان المصري عايز يشوفك يعني. فالراجل طبعا يعني الملك الحسن الثاني طبعا راجل فنان، قال لك معقوله عايز يشوفني وجا من مصر وكده؟ اشوفه. راحوا قالوا له الملك وافق على مقابلتك اتفضل. فخد الكراتين معاه، قال لهم انا معايا هديه عايز اديها للايه، للملك الحسن الثاني.
خد الهدية كراتين البنجا ودخل في القصر سلم على الملك الحسن الثاني. الملك الحسن الثاني قال له انت كنت عظيم، انت كنت عظيم جدا، كنت عظيم جدا. قال له انا جايب الهدية ديت يعني لجلالتك. قال له ايه ده؟ قال له ده مانجا. بس الملك الحسن الثاني كده قال له مانجا ايه؟ قال له مانجا، مانجا مصرية من مزارع محرم فؤاد. قال له شكرا، انت كنت عظيم، انت كنت عظيم. وبعد كده خده يعني الحرس وداه على الاوتيل، ومن الاوتيل قالوا له هنرجع ناخدك بالليل علشان ايه؟ هنسفرك على مصر. عبد ايه محرم فؤاد محدش اداله فلوس، محدش حاسبه لحد دلوقتي، ما يعرفش وضعه ايه. جم الناس اللي هم الحرس، اتفضل يا استاذ على المطار. راح على المطار فقال لهم انا، قالوا له استاذ ما تقلقش يعني انت معانا، انت كنت عظيم، انت كنت عظيم، انا انت كنت عظيم. لحد ما ودوه المطار بعد كده طلعوا له علبه صغيره كده، ادوا له علبه كرتون مقفوله. الراجل خد العلبه عمال يضرب ايده وهو ماشي عايز يعرف ايه اللي في العلبه، لحد ما ايه بص كده فتح لقى فناجين. طبعا المانجا ميد ان ايجيبت، يعني المانجا مكتوب عليها يعني ايه مانجا مصريه. لقى الفناجين مكتوب عليها ايه؟ صنعه في المغرب. الفناجين صنعه في المغرب. الراجل فتح شاف الفناجين اتصدم، خد العلب يعني العلبه اللي فيها الفناجين ومشى على مصر. فده كانت من ضمن الايه يعني الحاجات الفكاهيه اللي اتحكت لي ازاي الفنان عبد الحليم حافظ عمل المقلب او عمل الضرب ده في يعني الفنان محرم فؤاد. طبعا اكيد لما مشى على مصر تواصلت مع السفاره يعني المغربيه واعطته يعني الكاشيه بتاعه او يعني يعني تمن الحفله يعني، اكيد لان المغرب يعني اهل كرم. ولكن ازاي يعني كان عبد الحليم مع الملك الحسن الثاني، وازاي كانت القصص بين الفنانين؟ وهذه القصه يعني اللي روضتني ان انا احكيها لانها هي اتحكت لي، فحبيت ان انا اقدمها لكم يعني كاول ظهور لي على قناه يعني بلادنا 24. شكرا جزيلا، تحياتي لكم وكل سنه وانتم طيبين. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.